بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. احنا عرفنا ان الليل بتاع القمر هو اللي يظهر فيه، والنهار ابن الشمس. فاذا كنا قلنا ان الشمس ما ينبغيش لها انها تدرك القمر، اوعى تجيب الايه المقابل، تقول وبعدين ولا الليل سابق الليل بتاع القمر ده ما يسبقش النهار. يبقى صحيح القمر يسبق الشمس، لكن الليل ما يسبقش النهار. شوف علاج بالاساليب. طيب، اذا قال الحق ولا الليل سابق النهار، لا يقول ذلك الا اذا كان هناك معتقد بان الليل يسبق النهار، فقال له لا، ولا الليل سابق النهار. ما دام يقول ولا الليل سابق النهار، يبقى معناه ان انا عندي قضيه، ولا النهار يسبق الليل. الله، يبقى لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل. فالقضية التي آمنوا بها لم يتعرض لها الله، وهم عندهم ايه؟ النهار لا يسبق الليل عندهم، بس عندهم ان الليل هو اللي يسبق. فالقضية التي اثبتوها اراد الله ان ينفيها، والقضية اللي هم نفينها من الاول سيبها على حل. يبقى القضية اللي نفيناها الأول هو النهار لا يسبق الليل. طب ليه عرفتوها ازاي؟ قال لك يا أخي، هو احنا اليوم يدخل بالليل أم الليل يدخل بالنهار؟ نقول اللي بيدخل بالنهار. طب أنت لما تيجي علشان تصوم، أنت بتثبت النهار أولا ولا بتثبت الليل أولا؟ تبقى روح تثبت الليل أولا عشان يبقى بكرة رمضان. فلما كان ذلك ظن أن الليل يسبق النهار. إذن عندهم قضية مقطوع بها أن النهار لا يسبق الليل، ما تعرضناش لها. أنتم على ما فهمتم النهار لا يسبق الليل، بس القضية المخالفة أن أنتم كنتوا فاهمين أن الليل يسبق النهار. أنا منفي دير أخرى، يبقى الاثنين منفيين، واحد منفي عندكم وواحد صححت فهمكم فيه. يبقى نطلع النتيجة ايه؟ لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار. الله، خلاص كده اتفقنا على دي. اهي القضية الاولى، هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل بدليل ان رمضان يثبت بليله لا بنهاره. قال لك امال ايه؟ يبقى الليل هو اللي بيسبق، يجي الليل اولا وبعدين يجي النهار تبع ايه؟ تبع. نقول له ولا دي بقى، يبقى قضيه انتم نفيتموها فوافقكم الله على النفي، وقضيه اثبتتموها الله يريد ان ينفيها. يبقى حصيله الامر ايه؟ ان لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل. وده يبقى لغز ده ولا ايه؟ نقول له طب تعالى بقى، لو أن الأرض مسطوحة، نقول ساعة ما ربنا خلق الأرض المسطوحة دي خلقها والشمس مواجهة لها، فيبقى النهار اتوجد وبعدين الشمس تغيب يقوم يجي الليل. لو أن الله خلق الأرض مواجهة للشمس، الشمس مواجهة للأرض ثم تغيب، يبقى النهار ايه؟ النهار يجي الاول وبعدين الشمس ايه؟ تغيب يجي الليل. طب ولو كان ساعة ما خلق الشمس غير مواجهة لسطح الارض، يبقى ايه اللي يتوجد اولا؟ الليل، وبعدين الشمس تطلع يجي النهار. الذي نفع والذي نفع، امال ايه المسألة؟ قال لك يبقى لازم لا أسبقية لليل على نهار ولا لنهار على ليل، لأنهما وجدا معا في نفس واحد. الليل اتولد ويا النهار،
قال لك إذا كانت الأرض مسطوحة لا يتأتى ذلك، فلا بد أن تكون الأرض مكورة. فساعة خلق الله الشمس والأرض ما واجه الشمس يبقى نهار، واللي متدار يبقى ليل، وبعدين تدور يوم يجي الليل والنهار والنهار. فإن كان وإن كانت مواجهة لليل يبقى الليل النهار يجي الله. يبقى إذن هذه الآية تثبت أن الأرض مكورة، ولو كانت مسطحة نقول له إما أن يخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض يبقى النهار جه، وبعدين تغيب يبقى يجي الليل، أو غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع يجي النهار. قال لدى لا فعل ولدى لا فعل، قال لك لازم يوجد في وقت واحد، وقت واحد يجوا امتى؟ لازم تكون مكورة. مكورة يعني ما واجه الشمس يبقى نهار، وفي الوقت نفسه ما لم يواجه يبقى ليل. اتوجدوا يا بعض ولا لا؟ يبقى لا الليل سابق النهار، ولا النهار سابق الايه، ولا النهار سابق الليل. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الفلك هو مدار الكواكب، مدار الافلاك اسمه فلك. الفلك اللي بيسموه الايه المدار الاهليجي، اللي هو مش دايره، مش دايره كده، مش دايره يعني متساويه، المحيط بالنسبه للمركز واحد في كل اتجاه، ادي الدايره، انما هي معموله كده 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 تقريبا شكل البيضه. هذه الآية تعددها آية أخرى، هذه الآية الأخرى إن ربنا جعل الليل والنهار خلفة، جعل الليل والنهار خلفة يعني إيه؟ يعني يخلف بعضه بعضا. طب مين اللي بيخلف الثاني؟ دلوقتي الليل بتاعنا النهارده هيخلفه بكره، فدلوقتي انما في اول الخلق. ما تجيش ابدا، ما دام النهار والليل خلفه يبقى لازم موجودين ويا بعض، ولما الدور دي النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار. قد بعد لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. شوف كلمة يسبحون دي، السبح معناها ايه؟ سبح معناها انه قطع المسافة على ماء لين، مش على ارض بيدبدب. وده اللي يشبه لنا حركة الافلاك، مش بتدب كده. ولذلك يقول لك دي مسألة سبحية. سبحية يعني ايه؟ يعني مش انه يبقى هنا وبعدين نط يبقى هنا، لا، بل الزمن موزع على الحركة، لان الزمن والحركة احنا ما عندناش المقاييس اللي تبينها لنا، انما احنا بنعرف جملة زمن مع جملة حركة. يعني ايه؟ قال لك لو ان الانسان ولد له ولد ثم جلس ينظر إليه 10 سنين لا يكبر الولد في عين أبيه أبدا. ليه؟ لأنه مش بينمو كل يوم سنتي، يعني يجي آخر النهار كده ونط السنتي، لا، ده السنتي موزع على كل النهار، الميل الواحد موزع على كل الزمن. يبقى إذن له نمو لا تدركه العين مجردا، له نمو لا تدركه العين. لكن اذا غبت عن ابن شهرين ولا ثلاثه قول ما شاء الله الواد الله، لانني خدت مجموع الحركه في النمو مع مجموع الزمن اللي فات، ما خدتش الزمن كده وما يمكنش. يبقى اذا فيه مقاييس، المقاييس بتبقى دقيقه، بدليل انهم لما حبوا يعملوا السنتيمتر قسموه لايه؟ لملي. وبعدين طب الميل اللي عايزين نقيسه؟ نعمل الورنيه العشريه. الله، طب عايزين اقل من كده، تبقى ارضه جيلها مقاييس. انت لما تشوف الساعه وهي دايره في الحيطه تقوم تعمل ايه؟
تبص العقرب التقيل ده اللي هو بتاع الساعات لا تدركه سيره، انما عقرب الدقائق تدركه بعض الادراك، لانك انت تشد شويه وبعدين تلاقيه نط كده، ما حركته مش انسيابيه، ده هو فضل واقف شويه ها، ولما جت السن على البتاع راحت منططها السنه، انما الحركه الانسيابيه ان الزياده تتوزع على الزمن كله بحيث لا ايه لا تدركها، وبحيث لا تدركها عدم الادراك دي لضعفنا في المقاييس. معنى ضعفنا في ما عنديش مقياس، ولذلك مثلا في قياس الاطوال شيء عجيب، قياس الاطوال كان قديما لحد سنة 30 كان اليارد ده، اليارد كانت وحدة الايه المقاييس، وبعدين وجدوا اليارد ده كل سنة يخس طولها 1/36 مليون من طولها. قال لا، ايه اللي خلاهم يدرك 1/86 من طولها؟ قال لك كده، قال لي من ملابسة الهواء والتغيرات الجوية الأطراف بتاعتها تتاخد ازاي 1/86. قال لك ايه، ومن عجيب هذا الأمر عشان تعرف تسلط السياسات، ان الياردة دي بداية قصتها عجيب، عايزين يعملوا وحدة للطول، كان في فرنسا لما عبوا يعملوا وحدة في الطول قالوا الياردة، طب الياردة نجيب طولها ازاي؟ قال لك الملك بتاعنا هو الفريد، ناخد من اول ارنبه انفه دي لاخر ضفره ده وايده مفروده تبقى دي اليارده، يبقى خدوا المقياس من مين؟ من، وبعدين وجدوا الاطراف بتاعتها عملوا لها ماستر، يعني حاجه يرجع اليها من البرونز، وحفظوها في متحف عشان تبقى دي الايه المرجع للطول، وجدوها بتنقص النسبه دي اللي هي 1/36 مليون، 36 مليون من طولها في السنة. شوف ازاي ادرك هذا. وبعدين قال لك ما ناخد المتر احسن، قاموا عملوا من المتر اللي هو دلوقتي بقى هو الايه المقياس الايه العالم. طب عملت المتر ازاي؟ قال لك في بلد اسمها دنكرك في باريس في فرنسا، دنكرك ده على خط طول، خط الطول ده انتوا عارفين خطوط الطول وخطوط العرض، خط الطول قال لك 1/10 مليون من خط الطول في البلدة بتاع دي دنكرك، يبقى ده ايه ده المتر. برضو وجدوه بيخس الخسية دي. اخر حاجة دلوقتي قال لك ولادي احنا هناخدها من الاشعاع الضوئي في الذرة، وبعدين عملوا المتر بايه بقى؟ طول موجي لإيه؟ لضوء ذرة من الكريبتون، ذرة اسمها من الكريبتون كده الضوء بتاعها يمشي كده، فخد بقى طول موجي لهذه الذرة، وهي دي المقياس بقى اللي إيه؟ اللي لا ينقص ولا إيه؟ ولا إيه؟ وكل في فلك إيه؟ يسبحون يعني مش يقف شوية وينط المسافة، لا، سير متتابع موزع خطاه على الزمن كله. انما طب عقرب الثواني انت بتشوفه بيجري ولا لا؟ ولذلك حتى الصعايده يسموه المهياص. والدقايق شويه كده، انما التقيل التاني بقى بتاع الساعه ما تدركش انت ليه؟ وآية لهم برضو، وآية لهم هي آية لهم ولا لنا جميعا؟ قال لي لا، ده لنا استدلال نستدل لهم به عشان نقنعهم، وآية لهم. ولذلك هناك سئل الإمام علي أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ قل لنا الفزورة دي، انت عرفت محمد بربك، ربك اللي قالك عليه، ولا محمد هو اللي عرف لك ربك؟ فشوف الجواب، قال له عرفت ربي بربي
وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. نعم. وآية له أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك بتاع نوح. ونوح انتوا عارفين اوحينا اليه انه يصنع الفلك، وقعد يجيب خشب ويجيب حبال وحملناه على ذات الواح وايه ودسر. قاموا يمروا عليه يسخروا منه ويصنعوا الفلك، وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم، بس التقيل ورا هنضحك الآخر. نعم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. لو لم يوح الله لنوح بأن يعمل السفينة ويقول له على الطريقة ولذلك إيه بهندستنا صنع الفلك بإيه بأعيننا، يعني بنعلمك تعمل إزاي، تجيب لوح الخشب وتجيب الحبل وتربط زي الراجل اللي عمل يمر على المحيط زمان لما جاب. طيب لو لم يكن تكن هذه، كان ثلاث ارباع الكره الارضيه دي اللي فيها ميه كنا نتنقل فيها ازاي؟ ازاي كنا نمشي؟ يبقى دي ايه الله اجراها على يد نوح علشان ايه؟ عشان نتعلم الناس كلها. وبعدين بعد ما جاءت الآلة بقى نقعد نتفنن احنا بقى، بدل ما نعمل حبال والحبال يمكن تدوب وبتاع، قال لك نعمل مسامير والمسمار هيغوص في الخشب يبقى ممنوع، ونعمله بالزفت ويتطور بقى ويعمل. وبعدين بقى نجيب القلع، والقلع بقى ايه توجهه زي ما انت عايز. طب وبعدين نفرض الهواء وقف، يعني ما فيش ريح، أم قال لك يا أخي ما نجيب المكن ده اللي بيدور فيه مكن، مرة يبقى بالبخار وينتقل بالفحم ومش عارف إيه، وبعدين بالكهرباء دلوقتي. ولذلك تجد من حكمة الحق سبحانه وتعالى إنه يقول إيه، إن الريح كان بيحمل السفينة في البدائيات، وبعدين دلوقتي مش عايزين الريح، بالبواخر ما فيهاش روح، البواخر الآن ما فيهاش ايه؟ ليه؟ لاننا مش عايزين الهواء. احنا عندنا الات بقى تجيب الايه؟ الطاقه، بدل الهواء ما كان بيدفع القلع كده وتمشي، عندنا الات تجيب ايه؟ الطاقه. طيب وبعدين؟ قام قال لك ايه؟ الريح كان الاول هو اللي بيمشيها، ودلوقتي المكن بالكهرباء او بالبخار او اي حاجه هو اللي بيمشيها. قام قال لك ايه؟ طب ما هو الريح اسمه القوة، أيا كانت القوة الريح هو الايه؟ هو القوة، بدليل لا تنازعوا فتفشلوا. تبقى تذهب ريحكم قوتكم. فكأن الريح مش بس هو الريح واحد، يقول طب ما هو الريح كان بيقال ماشي زمان ودلوقتي ما عادش ريح ولا بتاع ولا أي حاجة، دي بتاع إن يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكده على ظهره. لا يا اخوة دلوقتي يسكن الريح ولا احنا عايزينه خالص، نقول له يعني هيجيب ايه؟ ما هيجيب قوة، والقوة في ذاتها اسمها الريح، الريح معناه القوة ايا كانت. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم ده احنا حملنا أبائهم. قال لك برضو بيطلق على الأب زراري لأن الزراري منه، أو الأباء لما توجدوا ونجم من الغرق هم الأصل الأصيل للي موجودين، يبقوا كانوا مطمورين في مين؟ في آبائهم. ولذلك احنا قلنا زمان أن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء حي من آدم لم يطرأ عليه موت. لأنك لما تمسك أي واحد، أنت من أبويا ميكروب نزل من أبويا، طب الميكروب اللي نزل من أبوك وخلق وتوجدت بيه ده كان ميت أم كان حي؟ لو ميت ما كانش يجيبني، يبقى حي.
طيب وابوك واخد ميكروب من جدك برضو ميكروب حي، يبقى انت واخد ميكروب من حي 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 حد حد مين؟ اذا فكل واحد منا فيه ذره تكوينيه من ادم لم يطرا عليها ايه، ودي اللي حامله الفطره اللي احنا بنقول عليها بقى. نعم. وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فبفلك مشحون ليه؟ عملناهم في الفلك المشحون يعني مش هم لوحدهم، ما احنا قلنا احمل فيها من كل ايه. ليه كلمه مشحون دي؟ عشان تدليل انه ما حطش الناس دول في البتاع عشان ينجيهم. طب ويعيشوا ازاي؟ طب ولما الكل يهلك يبقى يجيلهم حيوانات منين؟ يبقى لازم يحمل ايه؟ يبقى المشحون بما يقيم حياتهم في المستقبل. وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلقنا لهم من بعد كده يعني خدوا سفينه نوح نموذج وبعدين قعدوا طوروا ويعملهم، ولا خلقنا لهم من مثله في البراري؟ ولذلك يسمون الجمل ايه؟ سفينه الصحراء. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اوهم تفتكروا انني عملت لكم كده عشان نجيت الناس دولي، تنغروا بان الحاجات دي معموله للنجاه، انني ان اردت الاهلاك اهلكتكم. وان نشا نغرقهم. يعني اياك حين ترزق بنعمه تخلصك من معطب انك انت تغتر بان دي المساله بقت كده. لا، انت ما نفتش من ايد ربنا يقدر يغرق مع وجود هذه، بان تقوم عاصفه اقوى من ثقل الباخره زي ما بيحصل عاصفه الموج يعلى كده ويروح مغرقها كلها. ايش يعني؟ يبقى اذن الالات التي اعددتها لكم مش منجيه من قدري في اشياء، لو حبيت اغرق ولا تنخرق. بس وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الصريخ هو الذي تستصرخه لينقذك. ساعة ما تكون في مأزق كده تصرخ يا محمد الحقني يا ابا الحقني يا ام الحقني يا محمد الحقني يا جاري الحقني، مش كده معنى تصرخ؟ يبقى ده اسمه الصريخ، بتصرخه عشان يجي لك. ومن روائع العقائد اللي استشفها أهل الإشراق والتنوير قال لك أنت تستصرخ بواحد إن كان وياك أبوك وأمك عندك خدمين تناديهم تعالى يا واد مش عارف، ما عندكش تنادي جارك، تنادي واحد غفير في الشارع. طب فإذا لم تجد الله أنت قلتها. ولذلك نسمع أنه بيقول لك يا هو، يعني يا هو ما فيش الا انت بقى. نعم. ياهو. فلا صريخ لهم. ولذلك هناك قلنا زمان في ان الشيطان هيحصل حوار بينه وبين اللي اتبعوه. قال انا ما تلومونيش، انا بس عملت لكم كده فانتوا جيتوا، ما كانش عندي قوه اجرجركم ليا ولا عندي برهان اقنعكم به. لان اللي يخليك تعمل العمل يا واحد ياخدك بالقوه تعمله، يا يقنعك فتعمله انت. يبقى الذي يقبل على عمل مطلوب منه يا تعمل ايه، يا تجرجره بقوتك يعمله وهو كاره، يا تقنعه وهو يعمله. وده اسمه سلطان، إما سلطان الحجة ليفعل هو، وإما سلطان القهر لتغصبه أنت. فالشيطان حقول وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي حجة أقنعكم ولا عندي قوة أخذكم به، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنتوا كنتوا على تشويره، نفسكم حد بس يشاور لكم للمعصية. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. طب ما هو المصرخ؟
المصرخ هو الذي يزيل الصراخ. ما انا صرخت علشان واحد يجي ينقذني، فلما يجي واحد ده اسمه مصرخ. مصرخ يعني ايه؟ ما يزيل الصراخ ويسكتني وخلاص جه لي اهو، ادي المصرخ. طب ما فيش ليك مصرخ؟ أم قالك يمكن واحد يتطوع كده ويجي يشوفني في مأزق ولا بتاع يجي ينقذني. قال لا يبقى له صريخ ولا واحد يتطوع بإنقاذه، لأن ما دام ربنا عايزه انتهت الايه المسألة. ولذلك هناك احنا قلنا في قول لا يجدون ايه وليا ولا نصيرا. الولي انت متخذه قبل الشدة، واحد قريب منك صديق وحبيب، يبقى انت متخذه امتى؟ يبقى لما يجي لك شيء متعبك هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي قريب منك. طب افرض ان ما فيش ليا ولي ولا ليا واحد ذو اريحيه وذو همه كده يجي يشوفني في مازق ينصرني، يبقى دوك متطوع. انما ده اصله كان قريب من ايه؟ انا متخذ قريب ليا من امر الاول. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ولا هم ينقذون يعني متطوع، واحد كده يحن عليهم ويجي يشوف المكان. ولا هم الا رحمه منا. يبقى المرجع هو مين؟ نغرق واحنا اللي ننجي. الا ايه؟ رحمه منا. طب الا رحمه منا عشان ننجيكم من الغرق؟ ايه الحكايه دي؟ طب انا بسلمكم الغرق يعني عشان تفضل الحكايه كده؟ ابدا. قال لك لا، انا ما سلمتش لابقى، وانما سلمت من الحمام الى الحمام برضه هموت. نعم. الا رحمه منا ان كنا نجيناكم من الغرق ولا صريخ لكم ولا منقذ اللحنه. فمش معنى ذلك اننا ادناكم سك الابديه، لا، متاع الى حين. متاع الى ايه؟ الى حين. ولذلك هناك كنا قلنا الفخر الرازي قال ايه؟ ولو كنا اذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الا رحمة منا ومتاعا الى حين. والحين بقى طبعا مفهوم بقى انه فتره من الزمن بحسب ما تقاس به، مثلا حين تمسون وحين تصبحون يبقى يوم وليله، وبعدين تؤتي كلها كل حين مثلا سنه. مثلا هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ يعني الحين الا رحمه منا ومتاعا الى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. إذا قيل لهم هذا القول، كلمة إذا ويقابلها إن للشك، إنما إذا للتحقق. ومعنى إذا قيل لهم اتقوا الله يعني بيقول يا مؤمنين به ومصدقين لرسله، اوعوا تفتكرم انني ارضى عنكم طالما انتم امنتم وصدقتم الرسول نفعتم انفسكم، ولكني احب ان لا تدخروا وسعا لتنقذوا خلقي من غضبي عليهم حين يكونون كافرين. واذا قيل لو من اللي يقول، يبقى ما دام عممها كده وجابها لما يبقى كل واحد عليه انه يقول. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يبقى أكن المؤمن من رجائه أنه يدي للكافر وسيلة تقربه من رحمة ربنا. ولذلك ده معناه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ ما يحب لنفسه. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، ما بين أيدينا يعني اللي قدامنا، وما خلفنا يعني اللي ورانا. طب ما بين أيديكم إيه؟ من الحشر، وستسألون عن كل شيء وتعذبون وتدخلوا النار، اللي قدامكم. طب وإيه واللي ما خلفكم؟ أم قال لك ما خلفكم من العبر التي عرفتموها من عاقبة المكذبين إلى الرسل
كيف انتهت بهم حياتهم، لأن الله قال يعني إحنا ينخليك تشوف بعينك كده اللي يحصل لهم أو ندلك في الآخرة، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني قبل ما تشوف، فإلينا هتشوف قدام. ولذلك الناس اللي السابقين إلى الإيمان، السابق إلى الإيمان ده بمجرد ما الرسول قال آمن ولسه لا انتصر ولا دخل معركة ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، يوم يقول له أنت صحيح ما شفتش حاجة لكن أنت هتشوفها بعدين. ونظرا لإيمانه فوثوقه بوعد ربه وثوقه بواقع ربه. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، فإذا المؤمن في باله أن يمهد السبيل لرحمة الكافر، مش عنده لدد عليه، ده عاطف عليه بده يقول له يا أخي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ليه؟ ده لجج العناد بقى ليه؟ أم قال لك لأن الذين يكفرون بالرسل ويتأبون على منهج الله في قانون صيانة خليفة الله، خليفة الله في الأرض، مستفيدون من الفساد، وما دام مستفيدين من الفساد يبقى كل واحد جاي عشان ينهي الفساد كأنه جاي يقطع إيه؟ يقطع رزقهم، يضايقوه ولا ما يضايقوهش. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ويفسرها في آية تانية يقول إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول لك واحد طب ما دام انتم عايزين ربنا يرحمهم بقى كده ما تتنكوا تزن عليهم بآيات جديدة 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 كده علشان ربنا يعني. قال لك برضو هنجيب لهم آيات برضو هيبقى. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، كلمة مما رزقكم الله معناها إيه؟ ما بنقولكوش انفقوا من بتاعكم، ده انفقوا من اللي ربنا ادهلكم واستخلفكم فيه. شوف بقى الكلام بتاعهم، مش عايزين ينفقوا بقى عشان يقولك احنا مش بخلاء، احنا مش عايزين ننفق، ده احنا عايزين ننفذ مرادات الله في خلقه. قالوا ازاي هتنفذ مرادات الله في خلقه؟ قال ايه؟ اللي كان يقدر يرزقهم مين؟ ربنا. ومنع الرزق عنه، يبقى هو قادر ان يرزق ولا رزقش. يبقى احنا لما نقدر ان نرزق عندنا ولا نرزقش يبقى بسبب ربنا. ادي المنطق بتاعهم. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه. اذا كان ربنا عايز يطعمه كان ايه؟ كان اطعمه. أنا هعرض ربنا هو قادر يعطي ما أعطاش، أنا هقعد. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال، أنتم اللي في ضلال لأنكم أنتم بتعارضوا ربنا، ربنا مش عايز ينفقهم، أنتم اللي عايزين تعملوها من وراء ربنا يعني بتجيروا على الله. أدي إيه؟ أدي كلام. طب ده ربنا كان ممكن يهدينا كلنا، ولكن الله يريد أن يشهد عطف عباده على عباده علشان العالم حركته تسير بلا غل وبلا حقد. لما تشوف واحد عنده وينالك من خيره تقوم تدعو له بدوام هذا الخير، ما تحسدوش، ما تحقدش عليه، وما تفتكرش إن اللي هيقعد فقير وياخد من إيد الناس هيفضل فقير، واللي غني وحيدي الناس مش هيفضل غني، ده برضو هتيجي الدورة ايه؟ نعم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في، يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين. وبعد ذلك هم لما يجي يقولوا الآخرة هتيجي وتتحسمهم وتروحهم ومش عارف، يقولوا آخرة إيه يا عم؟ يا عم صلى على النبي، ما فيش لا آخرة ولا بتاع، أنت بتصدق الكلام ده؟ وبعدين العائل أو منهم يقول لك على فرض إن جت آخرة زي ما مديني دلوقتي هيديني قدام. ولذلك اسأل أصحاب الجنة مش كده حكى عنهم؟ قال إيه؟ ولئن رددت إلى ربي نعم، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض إنها قامت برضو اللي اداني هنا هيديني إيه؟ هيديني هناك. يقول الوعد إيه يا أخويا بالإيه؟ بالقيامة؟ ما يحصلش الكلام ده. طب إن كانت هتحصل خليها تقوم بقى، إمتى هتيجي القيامة بتاعتك دي؟ ما تجيبها دلوقتي. يفضل في جدل على القيامة تيجي ولا ما تجيش، لحد ما تفاجئوا القيامة. ساعة ما تفاجئوا القيامة أهو ده بقى الحصر اللي إيه اللي هتيجي، اللي هيتكلم عنها الحق دلوقتي. دلوقتي تقول إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في أن في بعث وفي حساب وفي مش عارف إيه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ده هو يمكن هو بيقول الكلام ده هو تيجي الصيحة بساعتها، والمسألة مش هتكلفنا إلا صيحة واحدة، يعني مش هتكلفنا أننا نعمل أبدا، هي صيحة واحدة. فإذا هم إيه؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الناس اللي غفلانين عن البعث وعن القيامة وعن الحشر والنشر، واخدهم الدنيا في تجارتهم وفي زراعتهم وفي مشاكل حياتهم وبتاع، ويقعدوا يتجادلوا، ده يتجادل وده عايز ياخد من ده وده عايز مش عارف ايه، مش فاهمين ان في حاجة ايه هتيجي تفاجئ. ولذلك يقول لك هناك الشاعر يقول لك اوعى تتجادل في شيء في ايدك علشان خدوا منك غيرك. نفسي التي تملك الاشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ ما دام هي ما هي على ايه بقى؟ يقول لك يقعد يتجادل بتاعه لعل القيامه تاتيه وهو يجادل، ويمكن بيجادل المؤمنين في الساعه تيجي ولا ما تجيش في ساعتها. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. طب هو وعد ده، الوعد ده يبقى بخير يا اولاد الايه؟ ده الوعد يبقى بخير وانت بتنطقه، ده الوعيد اللي موجود، انت لك حظك في الوعيد لا في الوعد. ما ينظرون الا صيحه، ما ينظرون ما ينتظروش الا صيحه واحده تاخذهم وهم اي يخصمون، اي يختصمون. يختصمون التاء عملها صاد وادغمها في الايه؟ وادغمها في الصاد. فلا يستطيعون توصيه. كلمه توصيه لا يوصي الإنسان بشيء إلا بما يهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء في حجة الوداع وهو يعلم من المسائل كده، مسك إيه؟ لب الدين وقاله في الخطبة، مش كل الدين، خطبة الوداع راح قال فيها لب الدين، لأن ديك وصية. والرجل حين يوصي أبنائه وهو يحتضر ما بيقولهمش على كل حركة الحياة، بيوصيهم بالشيء الإيه؟ الشيء الدقيق اللي يهم قوي قوي. نعم، فدول هيعجلهم القيامه، هتقوموا ما يقدروش ايه يعملوا وصيه ولا يقدروش يرجعوا لاهلهم. اذن المساله انتم بتقول ما تستبطئوهاش لانها ربما ايه، ولذلك اخر الله علمها لهذا، عشان كل واحد ينتظر ان تقوم عليه الساعه. ومش ضروري تقوم عليه الساعه يعني القيامه بتاعته، أم قال لك يموت ومن مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهت المساله، ما عادش له عمل ولا استدراك ولا اي حاجه. ما ينظرون الا صيحه واحده. كلمه تاخذهم دي فيها الايه؟ فيها كلمه. ولذلك يقول اخذ عزيز مقتدر، اخذ تاخذهم وهم يخصمون. ف
فلا يستطيعون توصيعا ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخ في الصور، طب مرة نقول نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إيه دي نفخة وإيه ودي نفخة. نفخة تموتهم تخمدهم، ونفخة تصحيهم. يقول لك نفخة الواحدة دي تجيب شيء وضده كده؟ قال لك يا شيخ مش كده، ده النفخة علامة فقط للحدث، إنما الفاعل هنا الله والفاعل هنا الله. نعم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث اللي هي القبور إلى ربهم ينسلون. يسرعون. وكلمة ينسلون دي يعني متاخدة ازاي؟ فكان زمان لما ينسجوا الحاجة عندهم آلات بدائية، ويعمل بقى يعملها المغزى اللي هي من الفتلة سكينة كده ويعملها، وبعدين لما يجي كده يقوم ينسل اللحمة والسنة تقوم تنزل ايه كده ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. ولذلك قال لك يا شيخ كفف الخياطة دي، كففها يعني ايه؟ يمنع امنع ان تتناسل، لانك لو سبتها حتى ايه. ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. قالوا ادي الوقت، ادي الكلام بقى، قالوا يا ويلنا. اللي كان بقى يكذبوه بقى ايه امر ايه واقع. ولذلك ربنا يضخم الحصر دي في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين آتني مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لا مش لم يجده شيئا ووجد الله عنده. الله اللي كان في شك منه لقاه إيه. قالوا يا ويلنا. والويل هو الدعاء بالسبور على النفس. هم اللي يقولوا يا ويلنا بقى، هم اللي يقولوا، مش قلنا نقول لهم يا ويلكم، هو اللي يقولوا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ده كويس اللي انتوا عارفين ان النوم مرقد والمرقد بعده يقظة، لانهم لما صحوا كده قالوا ده احنا كنا نايمين وبعدين صحينا. من بعثنا من مرقدنا. فالرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا اما تجيبها في الاولانيه او تنتقلها في الثانيه، من بعثنا من مرقدنا هذا، أو تقول من بعثنا من مرقدنا وتسكت، وبعدين يبقى الكلام هذا اللي انتم تسألوا عنه ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.